الناس اللي انتخبناهم. سفيان بن حميدة تنجم تعاود لنا سؤالك مهم جدا جدا. قلنا انه نهار 30 جانفي. السؤال بسيط جدا، نهار 30 جانفي الرئيس يعمل 99 يوم نتاعو قدوان. اي التلفزه التونسيه كانت اعلنت في المناظره الاولى، وجهت له سؤال قالت له انه باش تصير تقبل لو انك تنجح تعاود ترجع بعد 99 يوم، والرئيس قال نعم اقبل بذلك. اليوم راسلتوشي رئيس الجمهوريه واكد الالتزام السابق نتاعو والا لا؟ احنا راسلنا رئيس الجمهوريه، لكن نعرفوا زاد رئيس الجمهوريه عنده يعني التزامات كثيره بالاخص بالتطورات اللي صارت الكل، بالطبيعه عنده اجنده معينه وننتظر ان شاء الله بقدره ربي ما عنده كلمه باش يجاوبنا. واحنا تعودنا زاد برئيس الجمهوريه اللي يعني دائما يلتزم بوعوده نثبتوا عليه. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، لا ان شاء الله. حتى العوده بعد 99 يوم هو التزام امام التوانسه، 6.5 ملايين توانسه يتفرجوا وقت اللي رئيس الجمهوريه قيس سعيد وحتى منافسه وقتها نبيل القروي قالوا نرجعوا بعد 99 يوم، وحتى المترشحين الاخرين في الدور الاول كلهم قالوا نرجعوا. معناها الالتزام نتاع المحاسبه او المساءله كان واضح امام الجميع. السؤال لهنا على اي اساس لو كان جاء رئيس الجمهوريه باش يرجع، على اي اساس، على ما هو البرنامج؟ خاطر احنا قبيله نحكيو على شنو باش يحاسبوه. قالك ما عنديش برنامج، هو قال ما عنديش برنامج وما عنديش وعود. لكن فما انجازات اللي قام بها الرئيس، فما اعمال اللي قام بها الرئيس في 99 يوم. لا لا باش وعد الساعه، خلينا نتفاهم المناظره. طيب. على ماذا ستعتمد؟ عملت ليستا في التقييم موضوعي، فما لازم يكون موضوعي. لقيتوا التزامات اللي تتم بها المرشح قيس سعيد واللي باش نتحاسبوا عليها او اعتماد ما قاله في المناظره. رئيس قيس سعيد قام باقتراحات باش يقوم بها في 99 يوم، لكن بالطبيعه فما احداث اللي ما نجموش نحاسبوه كان على الكلام اللي قالوا، فما زاد الافعال اللي قام بها، يعني الانجازات اللي قام بها، فما اللقاءات اللي قام بهم. هذه التقييم يصير على 99 يوم، يعني شنو هو العمل الرئيس؟ باش تحاسبوه مثلا اللي ما مشاش ليبيا، باش تحاسبوه مثلا هي اكثر قال اعتبر اللي القضيه الفلسطينيه خط احمر وتم الاعتداء على غزه وما هبطناش حتى بيان لاخره. معناها هذه فعلا فرصه للشعب التونسي انه يسال الرئيس، والرئيس ينجم يكون زاد عنده يعني علاش ما قامش مثلا بالشيء هذا، ولا علاش اتخذ القرار هذا. الاسئله انتم كيفاش باش تختاروهم؟ معناها كان واحد يسال الرئيس يقول له شبيك كل يوم تروح لدارك؟ تحطوه ولا ما تحطوهش؟ شبيك تشرب كابيسان؟ بلا حطوه ولا ما تحطوهش؟ ولا بارابور للوعود؟ اي هذيك علاش احنا عملنا البلاتفورم هذه اللي هي انوفاسيون في العالم كل، ما صارتش حتى في امريكا ولا في فرنسا ولا في المانيا ولا في حتى بلاد اخرى. هذه سابقه للشعب التونسي، هذه هي السابقه اللي صارت، يعني الابتكار اللي قامت به تونس. البلاتفورم هذه كل مواطن عنده الحق باش يطلع سؤال، باش يطرح سؤاله على الرئيس اترافير بلاتفورم 99 يوم تونس تختار. الجمهور يصوت على الاسئله هذه اللي تمثله ولا لا. اذا كان انا نشوف انه السؤال هذا يمثلني ومن رايي انا نحب نطرحه نصوت عليه. اوكي. يعني نجم نطرح سؤال والنجم نصوت على سؤال يعجبني. ما جاوبنيش الرئيس ان جاوب ولا ما جاوبش قبل بثمانية ايام. باهي. الرئيس كما قلنا احنا راسلناه ومتاكدين انه ان شاء الله باش يجاوبنا. متاكدين. يعني مازال ما جاوبناش نظرا للالتزامات الموجوده. نتصور انه كما تعرفوا رئيس الجمهوريه يعني عنده التزامات كبيره برشا، فما تطورات، فما زاد الاقتراح. كان ما التزمش شنو يكون رد الفعل؟ احنا نسبوا مش خير. رد الفعل معناها شنو يكون؟ نسبوا الخير. نسبوا الخير ايجابيين برشا هما. سبقنا برشا الخير وعش خالطين عليه. احنا متاكدين انه لانه هذه زاد حسب الافكار والاقتراحات اللي قام بهم الرئيس خلال الحمله الانتخابيه والخطابات نتاعو، اللي هو يولي المجتمع المدني ويولي زاد اراء الشباب يعني قيمه كبيره. هذاك علاش متاكدين انه رئيس الدوله ان شاء الله باش يجاوبنا. وعلى فكره اذا كان 99 يوم وفاو باش يوفاو بالطبيعه نهار 30 جانفي، احنا بالطبيعه نعرفوا اللي رئيس الجمهوريه عنده التزامات كبيره. لكن هذاك علاش قلنا انه البرنامج نجم يكون ما بين 30 جانفي
و 15 فيفري. يعني تعرف كيفاش حسب الطبيعه تعرف كيفاش عدنان. احنا ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي نتقابلوا مع بعضنا ويكون نهار 29 جانفي. فوالا وبالتالي وبالتالي اذا الجمعه جاي تعاود او باش نبداو بالسؤال هذا. نبداو بالسؤال هذا نبداو بالسؤال هذا. ايوه في الاثناء اي تونسي يسمع فينا توا ينجم يدخل عطينا الباج عدنان. 99 يوم تونس تختار. 99 يوم تونس تختار فيديو دوم 99 الثانية. الأربعة الجاية تقول لنا لفيديو هذوما قداش من فيديو وقع اختيارها والطريقة التي ستبث بها الفيديو لرئيس الجمهورية. خاطر باش يجاوب على الأسئلة اللي بهم عاملين ميكانيزم. أنا قلت 99% ما يمشيش. 99% ما يمشيش. عندك تحدي. أنا قلت 99% إن شاء الله بيجي. وأنت صوفيا إن شاء الله. زيد إن شاء الله تولي ما عندش. خلينا نعمل سونداج أنا لهنا. صوفيا شو تقول؟ أنا نعتبر أنه عندنا رئيس غير نمطي. كل شيء كل شيء ممكن منه ممكن ممكن ما يمشيش ويجاوب. كيف بالورق بالكتاب قال سيد المخرج تقول باش يقبل باش يقبل المخرج قال لك 100% نجم يبعث فيديو هو 99 ويسال يسال روحه ولا فما الشعب ماذا يريد فما حاجه ما يعود قضيه ما يعود قضيه يعني لا لا قدر ربي قدر ربي احنا اسمع انت من بكري تقول ان شاء الله بقدرة بذلي اخر امل قعد لك الدعاء لا لا بالطبيعة لي بروسيدور الكل لا بالطبيعة واحد ديما يسبق الخير وهذه حاجة يعجبني التفاهم ظهر انك مفجوع لا والله لا بالعكس انا انسان اوبتيميست برشا والاوبتيميزم تاعي زاد كان في محله انه تعديت انتخابات يعني مزيانه برشا ونزيهه برشا وانه المناظرات نجحوا يعني في تونس بطريقه كبيره برشا هذاك علاش انا نعتبر الحدث الانتخابات هذه وحدث السنه هي المناظرة وتفاعل المواطنين مع المناظرة اللي احنا اللي احنا كنا نقوله التوانسه الكل كانت تقول قالوا التوانسه فدوا من السياسه وما عادش تبع جاوا نهار المناظره نهار اللي عطاوهم ان برودوي محترم لقاو 6.5 مليون طبعا تبع فيه لانه نهارتها المشاهد حس انه وقع احترام ذكائه والسياسيين بيدهم احترموه وجاو باش يتكلموا وبالطريقه هذيك وبالاليات هذيك بالحق المسار شكل العرك اللي مستنسين به معناها العباد الكل احترمت بعضها ابار فساد على يساري معناها مي ساغيس دو بون كيغ كيقول والتساؤل لهنا الحقيقه انا توا كيفاش باش تكون الصيغه مثلا مع رئيس الجمهوريه كيف باش تكون مناظره بينه وبين الناس شكون اللي باش يسالوا كيفاش الاسئله باش تطرح هذا باش خليوه للجمعه الجاي ها يضحك المخرج المخرج حاب تيزيغ سيزون 3 انا نجم نوعد حاجه واحده انه باش يكون شكون حدث ممتاز جدا كونسيبت جديد على العالم العربي وفي العالم كامل هذه سابقه في العالم كامل تسمع سيد الرئيس مش كان مش كان في تونس باش يكون حاجه يعني اللي باش تكون نافعه للناخب لكن زاد نافعه للرئيس انه باش يوضح يعني قراراته باش يوضح نشاطاته نتصور انه الراي العام يستنى زاد انه الرئيس يقدم توضيحات على الاشياء هذه. شكرا لك. ميرسي بوكو عدنان بن عبد الله رئيس مبادره مناظره تونس ترجع بحذانا الاربعاء الجايه كالعاده هذايا موعدنا اوكا سفيان سيشد لك التاريخ 29 جانفي يوم قبل انتهاء 99 يوم المخصصه لكي يجيب رئيس الجمهوريه قيس سعيد على التساؤلات المواطنين ويقول لهم شنو عمل بالضبط في 99 يوم جماعه توقعوا حاتم قال 99% ماهوش باش يجي رئيس الجمهوريه سفيان شو تقول؟ قلت انه رئيس غير نمطي دونك نجموا نستناو كل شيء كل شيء عدنان بن عبد الله متفائل جدا مناظره تقول انه فما حدث كبير جدا باش يكون بعد جمعه من اليوم ما بين 30 جانفي و 15 جانفي اول مره جيسبير نطلع غلط ملتقانا الاربعاء الجايه شكرا لكم الكل ميرسي حاتم شكرا سفيان شكرا لك عدنان بن عبد الله رئيس مبادره مناظره في تونس الكلمه للمستمعين بعد شويه على 31 3